الأمان، الخصوصية، الرسائل الخطرة، مفاتيح أساسية كانت محط نقاش بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر. قرارات متسارعة للملياردير الأمريكي فتحت جدلاً واسعاً بين الخبراء ومستخدمي تويتر، لكن قراره الأخير بإصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة كان الأبرز. موافقة أغلبية مستخدمي العصفور الأزرق على استفتاء ماسك حول فك حظر الحسابات المجمدة لا تعني موافقة الجميع أو أنه قرار لا يتحمل عواقبه. خطط إيلون ماسك قد تهدد بعودة خطابات الكراهية إلى تويتر. ارتفع عدد التغريدات العنصرية في عهد إيلون ماسك حتى قبل تحركات إعادة الحسابات المحظورة، إلا أن ذلك القرار إنذار بعودة الدعوات للعنف. إلا أن المالك الجديد لتويتر لديه وجهة نظر أخرى لخصها بالأرقام، بحسب إحصاءات نشرها ماسك عن إنجازات المنصة منذ استحواذه عليها، فبات خطاب الكراهية على تويتر أقل بقرابة الثلث اعتباراً من 13 نوفمبر مقارنة بمنتصف أكتوبر من العام الماضي، أي بانخفاض من 10 ملايين إلى 2.5 مليون. المتابعون لشؤون تويتر يرون أن السياسات الارتجالية التي اتخذها ماسك في المنصة ستعود عليه بالسلب، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في حرية التعبير والمعايير المنظمة له، فكيف لتويتر أن تطبق قواعد المحتوى في وقت يعفو فيه ماسك عن حسابات محظورة لأسباب بعضها يتعلق بخطابات الكراهية والعنف من جهة، ومن جهة أخرى موجة من الطرد والاستقالات أدت لتقليص عدد الموظفين بشكل كبير، جزء منهم وظيفته الأساسية مراقبة واتخاذ إجراءات ضد الحسابات المخالفة للقواعد.